حياكم الله لما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. قال المتحدث باسم الحكومة في العراق باسم العوادي إن صادرات النفط من كردستان العراق إلى تركيا عبر خط الأنابيب مغلق منذ أكثر من عام وستستغرق وقتا أطول لاستئنافها. وأكد المتحدث الحكومي أن أي محادثات تجري بين الشركات ووزارة النفط من المرجح أن تستغرق بعض الوقت، خاصة وأن بغداد تعمل على إقامة علاقة مباشرة من حيث كميات الإنتاج والصادرات والأسعار، مبينا أنه لا يوجد إطار زمني محدد لحل المفاوضات مع شركات النفط الأجنبية العاملة في المنطقة. شكا عدد من المستثمرين بالقطاع المشترك في العراق من تعرضهم لضغوطات من قبل شخصيات متنفذة وجهات أمنية وعسكرية خلال التعاقد مع مؤسسات حكومية للاستثمار بالقطاع المشترك. ويؤكد خبراء اقتصاديون أن الاستثمار في العراق وخاصة عقود الشركات أو الشراكة مع القطاع الخاص يحتاج إلى بيئة مستقرة من الناحية الأمنية والاقتصادية والتشريعية، وفي حال وجود أي تحديات ستؤثر بشكل مباشر على الاستثمار وتنفيذ المشاريع في البلاد. أعلن البنك المركزي العراقي أن الغرامات المفروضة على المصارف والشركات أو شركات الصرافة بلغت أكثر من 138 مليار دينار عراقي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وذلك لإخلالها بالقوانين المصرفية. وأوضحت مصادر في البنك أن الغرامات المفروضة على المصارف والشركات المالية خلال الأشهر الثلاثة الماضية ابتداء من كانون الثاني لغاية نهاية شهر آذار الماضي بلغت أكثر من 138 مليار دينار، مبينة أن الغرامات شملت أيضا 49 عقوبة إدارية لهذه المصارف والمؤسسات غير المصرفية توزعت ما بين الإنذار والتنبيه والإمهال. تعتزم حكومة مصر اقتراض نحو 1.849 تريليون مليار و200 مليون جنيه في السنة المالية الجديدة 2024-2025، أي ما يعادل نحو 60 مليار دولار أمريكي بمعدل ارتفاع سنويا بلغ أكثر من 33% عن العام السابق. وبحسب البيان التحليلي لمشروع الموازنة الجديدة للدولة، يمثل الاقتراض حجم الاحتياجات التمويلية اللازمة لتغطية عجز الموازنة العامة وتغطية أقساط القروض المحلية والأجنبية المطلوب سدادها وفقا لمواعيد الاستحقاق المحددة لها. أظهرت دراسة أمريكية جديدة علامات مثيرة للقلق فيما يخص نقص العمالة في سوق العمل الأمريكية وتزايد الدعاوى القضائية المرفوعة في أماكن العمل خلال العام الحالي. وأكدت شركة ريد بالون المعنية بتسهيل توظيف العمالة في الشركات المؤسسة إن التقرير يتحدث عن صعوبات جمة من المتوقع أن تتعرض لها سوق العمل الأمريكية في 2024، ما قد يجعلها واحدة من أكثر السنوات تحدياً. رأينا هذه الانتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.